السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو حنقدم لكم الأدوات التي نستخدمها في تشكيل عجينة السيراميك. طبعا هذه الأدوات مش كلهم، هناك أنواع أخرى كثيرة، لكنني اخترت لكم الأدوات الأساسية فقط. طبعا هذه الأدوات نلقوهم يتباعوا في محلات بيع لوازم الحلويات. فيما يخص السعر تاعهم، كل محل وكيفاه. كذلك عندنا نوعان، كاينين ادوات تلقاوهم مخدومين من السيليكون وكاينين تاع الحديد، كل واحد والسعر تاعها كيفاش. هادو ادوات نستعملوهم للتشكيل، كذلك نستعملوهم للتنقيط، مثلا كيما العينين، الفم، الاذنان، الانف، اي على حسب الشكل تاعنا. كما موضح هنا في الصورة، كذلك لدينا هذه القوالب، أي طابع نلقاوه يتباع راه صالح لتشكيل هذه العجينة. كذلك فيما يخص تشكيل الحروف أو الأرقام، هناك قوالب السيليكون. كما راكم تشوفوا، هادو كل ادوات تشروهم من محل البيع لوازم الحلويات. كذلك هناك اشكال ما تطلبش هذا القوالب، تقدروا تشكلوهم بيديكم فقط. طبعا هذه هي طريقة التشكيل تاعنا، هذو من الأدوات اللي نستعملوهم. بعد ما نكون شكلنا احنا دوك العجينة تاعنا والشكل تاعنا يكون وجد، نحطهم في مكان يكون فيه هواء ونخليوه يشيح. طبعا احنا كي نحطوه يشيح ما حيش نخليوه على نفس الوجه، بين مدة ومدة نروح نقلب الشكل تاعنا على الوجه الآخر حتى يشيح بالتوازي في كل الاتجاهات، مثلا الجهة السفلية، الجهة العليا، مع الجهة اليمنى، الجهة اليسرى. كذلك كون نخليوها على وجه واحد يشيح، الشكل تاعنا راح يشيح معوج. دونك باش نتفاداو الشكل تاعنا كي يشيح ما يشيحش معوج، لازم بين دقيقه ودقيقه نقلبوه. نقلبوه علاش نقلبوه؟ قلنا باش يشيح بالتوازي في كل الاسطح تاعنا تاع الشكل هذا. طبعا بعد ما نتاكدوا باللي الشكل تاعنا السطح الخارجي تاعو راهو نشف مليح، نخلوه في بلاصه فيها الهواء ونخليوه يشيح على عقله. الشكل تاعنا قادر في 3 ايام ولا 5 ايام 10 باش ينشف، نضغط على حساب السمك والحجم تاع الشكل تاعنا. كي ينشف الشكل تاعنا راح يقساح ويولي صلب. كي ينشف لنا ونتاكدوا منه، واش نديرو؟ نجيبو ملمع ولا فيرني ونفرنيوه. الفيرني عندنا عده انواع، كاين منها الشفايشه هذاك تاع الخشب بمختلف الانواع تاعو. كذلك نقدروا نفرنيو الشكل تاعنا بالبرميق سيليلوزي، نلقاوها عند الكانكيري، هو تاني فيه عدة أنواع. كذلك نقدر نفرنيو الشكل تاعنا بطلاء الأظافر، فيرني تاع الظفار ترانسبارون، هذاك تاني مليح. كذلك يوجد نوع آخر هو من أفضل الأنواع، هو اسمه الريزن،
بصح هذا النوع يجي غالي بزاف وقليل وين تلقاوه، خاصة في الولايات تاعنا في الجزائر. على حساب، كاينين ولايات ماهوش موجود خلاص. المهم هذه هي، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.